لان مشكلتك ايه الكلام قلنا ايه كتاب Good night.
زمن على معنى زائد زمن غير كامل. زمن على حدث غير كامل. يسموها اسم فاعل. خالفة. هتسمي الخالفة لأنها خالفة الاسم كأنها دلت على جزء من الزمن. وخالفة الفعل لأنها لم تدل على الزمن الكامل. زي كلمة هيهان، هيهات، وشتان، وصهل، وصهر. وصهر هي صهر الفعل. لا صهر فعل امر بمعنى اسكت. صهر 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 يبقى دول الأربع هحاول إن أنا هبتدي أبني ليهم النص الكامل. أنا هستخدم النص إيه؟ هل هستخدم حروف مفردة؟ ولا هستخدم أحساب الكلام اللي هي الألفاظ اللي هو الكلمة وأحساب الكلمة اللي أنا هبني بيها إيه؟ الصيغة. طب الصيغة إيه؟ قال لك الصيغة في اللغة يفهمه. ولذلك ايه؟ لما
ليه؟ هنا حد يجي ايه؟ يا دكتور الكلام ده مش في الكتاب. حد بتتكلم كويس لغايه الصفحه 30، بعد كده مش لاقي حاجه. بعد كده حضرتك قلت الكلمه لقيتها في الصفحه 50. احنا فين بالظبط؟ فكل هو مين اللي وضع الكتاب؟ انا اللي وضع الكتاب ولا الكتاب اللي وضعه؟ انا كده مش هيقيمه. الحاجه الثانيه انا بشرح لك الماده علشان تفهم هذا الكتاب وتفهم اي كتاب في علم السياسه. وانا بشرح لك الكتاب ده ولا بديك ماده علميه من خلال تفهم اي كتاب اخر؟ تمام؟ يبقى هو بيوسع المدارك ليه؟ لاي محتوى علمي اخر من ذاك الماده مش متقيد بيها. دي ده نطاق الاحاله الذهنيه اللي احنا بنقوله. يبقى هنحتاج في النص في علم الصياغه اللي اكثر طبقا وايضاحا واكثر اقل فيه جعل الاحاله ولا الاحاله دي استخدام النص الغلط. طيب الجمله في اللغه بنسميها جمله، في علم الصياغه بنسميه ايه؟ تكوين الكلام. الكلام ده اللي هو الكلمه بتتكون من اسم وفعل وحرف وخالق. الحاجات دي انا بصنع منها الكلام اللي انا هبني ليه مادتي. في اللغه بيسموها ايه؟ اقل حاجه اللي انت بتفهم منها جمله. في علم الصياغه بنسميه ايه؟ نص. طب الجمله اسميه وفعليه. برافو عليك. بعد كده عدي ايه؟ انا وبالتالي لما انا اعبر عن الكلام اللي انا بقوله بجمل فعليه
ولكن انا عايز اخدك كده واخد ذهنك واهتمامك لمنطقه الايه؟ الحلقه. فبالتالي انت تركيزك يقل عن ايه؟ يقل على اسمه ده يقول لك ايه؟ وجاء رجل من اقصى المدينه نشر الشعر. فالاهتمام يقول لك سيبك من الشخص، ركز في الايه؟ في الحدث وفي المعنى، مش في الاسباب مش في الاشخاص. تمام؟ لكن النبي يقول لك ايه؟ قل هو الله احد، الرحمن على العرش استوى، لا يقول لك ركز في ايه؟ في الاسم. عشان مفيش غيره. طيب جوجل تشتغل بقى، جوجل تشتغل. انتوا عارفين لما حد يشتغل حد؟ هي كده. تمام؟ بنجيب لك اسم في الاول، وبعد كده نجيب لك بعدين مفاعل. هما سهلة. زيد يتعلم، يتعلم القانون. لا يتعلم القانون، جملة فعلية في محل رفع خبر المبتدأ. زيد مش كده. قال لك الاشتغال ايه بقى؟ ده انا اجيب لك بعد الفعل ضمير يدل على الاسم. يعني زيد ان جاءك اكرمه. زيد هنا بقى ليه؟ هي فعل جاء ولا من فوق بتاع الكلمة؟ وبالتالي هي مرفوعة ولا موصولة؟ هي جملة الاشتغال ليها خمس أحكام. قبل يتردد فيه جواز الرفع مع تغيير النصب، وجواز النصب مع تغيير الرفع، وجواز الاثنين جواز الأولى قد يحلق عليها، ووجود النصب والاتفاق. هما خمس احكام لو عندنا وقت هتشرحها. لكن مركزوا بس في الاول نعمل ايه؟ اللي بيفيد ولا ولا بيفيد. طبعا شايف الجمله معروفه. علم الصياغه بقى هنا يزيدني. وعلم الصياغه برضك عندي جمله اسمي جمله وعباره تمام. علم الصياغه بياخد الجمله دي كده وتبقى جزء من تشكيلته. في اللغه يقول لك الجمله هي المعنى المفيد الذي اذا وقفت عليه الكلام الذي اذا وقفت عليه اتى المعنى. تمام. يعني يقول لك ايه؟ رئيس الجامعة راجل رئيس الجامعة فن الجامعة رجال الجامعة والشمس في مدارها والجامعة في ازدهارها. أقعد أرسلها الكلام فيها ألف كلمة في الآخر. إيه المعنى الوطني؟ ده مش جمهوري حتى الآن لم نقف على كلمة على جملة. رئيس الجامعة مكتب الرئيس الجامعة الاهتمام الطلاب التعليم التحديث الحضور شبكة العلاقات المناهج العلمية والموظفون وملح الأرض. كل ده فين الكلمة المفيدة المعنى المفيد اللي يوصل له؟ عارفين زي صالح بن عايز جمله مفيده. تمام؟ مفيش جمله مفيده. يعني مفيش جمله. مفيش معنى مفيد ولا مش جمله. المعنى المفيد اما مسند ومسند اليه، حاكم ومحكوم اللي هو ايه؟ هو مدير سنة عامة. خبر وخبر يعني. تمام؟ لأن المحكوم مين المحكوم؟ معرفة مبتدأ وخبر. المبتدأ براد بيتكلم. المبتدأ أنا بحكم عليه من خلال خبر. يقول القاضي عادل. أنا وصفت القاضي وحكمت عليه. ما هو الخبر عبارة عن صفة. بس صفة منزلة. صفة لازمة لازمة مش صفة عادية.
فهي صفة وكأني بحكم عليه. والقاضي عادل وزيد الخبر لازم كده المبتدا يبقى معرفه. احيانا الخبر بيجي معرفه. طب اقول لك ايه؟ قال ايه؟ القاضي العادل. هو صفه خالص. العادل عمل بس. لا هو العادل حاجه ثانيه. لا خليها القاضي العادل بس. دين المعامله. الدين المعامله. دي صفه بقى. والله بيقول لك ايه؟ اسال الله انت تقصد منها مجرد الصفه ولا الحكم اللي بيحولها من صفه لخبر؟ قصدك ايه؟ هو كل كلمه هنروح نسال احسن حاجه في اللغه كده تعبيريه جميله اسمها ضمير الفصل. اسمها ايه؟ ضمير الفصل ده عبارة عن ايه؟ لما تحطه بين الكلمتين المبتدأ والخبر دول بيفصل، مش عشان يفصل بينهم عشان الدنيا حرب، مش يبقى موجود بينهم كده وخلاص، لا ده بيفصل اللي بعد منه خبر. يبقى الخلاف ايه؟ هتقول لي صفة وخبر، هو بيفصل الموضوع، يقول لك ايه دي ايه؟ خبر. يبقى إذا جاء الاسم المعرف المبتدأ وبعد منه اسم معرف برضك وبينهم ضمير على طول تبقى نعرف ان الضمير ده اسمه ايه؟ ضمير الفصل اللي بعد منه خبر، زي اولئك هم الايه؟ المفلحون. اصل الكلام ده القران اولئك المفلحون. طيب المفلحون دول صفه ولا خبر؟ صفه. هنختلف عشان ما نختلفش بقت ايه؟ هم. ما دام قلنا هم يبقى على طول هي ايه؟ استحاله الصفه لازم تبقى ايه؟ تبقى خبر. اتسموا الخبر بيبقى اسم المصدر والمبتدا اسمه ايه؟ المصدر. المعنى كده كم؟ يقول لك القاضي عادل اولئك هم المؤمنون الطلاب المجدون. المعنى كده تم ولا لا؟ ربما هيحتاج ان انت تستدعي معاني اخرى عشان ترسم الصوره كامله، لكن على المدار الجزئي في معنى وصل لك ولا لا؟ في معنى وصل. لحد المعنى. طيب الطريقه الثانيه عشان اوصل بيها المعنى الجمل الفعليه. اللي انا بقى اللي ههتم هنا بالحدث. هجيب لك معنى كلمه فيها معنى وتدل على زمن. الزمن هنا في المطلق. وقد تاتي كلمات تدل على اجزاء من الزمن. هناخدها بعد بيت كده يعرف الخط الزمني. خلينا دلوقتي ناخد الموضوع على عمومه. الموضوع على عمومه. الزمن بيقسم لقد ايه؟ ماضي وحاضر ومستقبل. ايه الفعل اللي دل على الماضي؟ اسم فعل ايه؟ فعل الماضي. والفعل اللي دل على الحاضر اسمه ايه؟ الماضي. والفعل اللي دل على المستقبل؟ فالأمر هاخد أي دلالة من هذه الدلالات الزمنية ونشوف الحدث اللي أنا عايز أوصفه. يتعلم مثلا، يكتب، ينجح، يأكل، يشرب، يضرب، يسأل. يبقى محور الذهن. أنا بديت كده هو ذهن المتلقي على طول بخليه يقول بتصديق إيه؟ حدث الزمن والكلام ده حصل قبل كده ولا بيحصل ولا هيحصل؟ ها؟ على طول بيحتاج الجمله الفعليه بتحتاج هو وعاء الحدث اللي هو ايه؟ اللي هو العامل اسمه العامل اللي هو ايه؟ الفاعل الفعل
هو العادل لانه بيعمل يعني بيعمل في الفاعل وبيعمل في المفعول به، يعني سبب رفع الفاعل وجود الفعل او ما يحل محله او ما يحل محله، سبب نصب المفعول به وجود الفعل او ما يحل محله. تمام؟ يبقى الفعل هو الفاعل في الجمله الايه؟ الفعل هو العادل في الايه؟ الجمله الفعليه. تمام؟ يبقى اهم حاجه عندي في الجمله الفعليه وجود فعل. طيب لو ما فيش فعل ما فيش ايه؟ جمله فعل. لكن ممكن يبقى في فعل بيستخدم الفاعل يبقى مستتر. ممكن ما فيش مفعول به ممكن يكون فعل لازم غير متعدد. تمام؟ احيانا لما بقى ما شاء الله بقى حسبت كده ببرش الصياغه كده هو كبير بيسمع لكم دلوقتي وحضراتكم هتلاقي نفسك تحذف الفعل. وبيبقى حاجه اسمها التقدير الكوني. تمام؟ يعني مثلا يقول لك ايه؟ الشعر يقول لك سلام على اهل مصر العوين. وزلفى سلاما على ميت حي. سلاما حيا بصفه لسلام. تمام؟ السلام يبقى حيا مش حي بقى. طب هي وصفه ايه؟ فعل مستتر التقدير مثلا مقدر مستتر مقدر الفعل ما يستتر ما بيقول مستتر بيقول مقدر تقديره ايه؟ مقدر يا اما تقدره الكون العام او فعل في مقدار السياق. الكون العام يعتبر ايه؟ سلام على اهل مصر العوالي وزلف واحد ايه؟ بيتقرب لاهل مصر بيحبهم من عوالي المقدر استنى الرياح يعني هم متقدرين تكنولوجيا انت بتقول ايه فلان ده ايه؟ نار على علم. نار على علم يعني ايه؟ يعني ايه ده اصل الكلمه المعنى اللي هو برافو عليك على المدار فور ايه؟ وكل الدنيا وهي ماشيه شايفه الجبل من بعيد فهتشوف الايه؟ المدار من بعيد صادح. تمام؟ برضك هو عايز العوالي اللي هم ايه؟ المدار من العالم. تمام؟ وزلفى زلفى ايه؟ تقرما يعني هو بيحب ان اهل مصر عايز تقرهم. طب ايه بقى سلامة سلامة دي ربنا صباح لا كان سلام وكان هذا بمعنى الابدين. ربطت على ايه وجدنا في الاعلى انما كان عليم الحكيم. هل كان في الماضي خلاص ولا ابدين الله انه عليم الحكيم في الماضي والفات والمستقبل؟ طيب الى ابد كلا نهايه. طيب سلام كان تقدير اسمه الكون العام او مقتضى المناسبه ان انت تقول اجعله يا ربي اجعله يا ربي سلاما حيث. ده اسمه ايه التقدير. لكن الى ان تصلوا لهذه المرحله خلينا دلوقتي ان الفعل ده ايه؟ يبدا ان يكون موجودا لان دي بتحتاج سبقه وصياغه متمكنه. فانا دلوقتي الغالب ان احنا بنسمع بعض الظواهر اللغويه العاديه ان ربما يكون الفاعل مستتر ربما يغيب ويحل محله لا الفاعل ربما نستغنى عن المفعول به زي كان الفعل مثلا فعل لازم غير متعدي. اما الفعل عامه لا يستغنى عنه كاصل كاصل عام انه لا يستغنى عنه في عند صيغه الجمله الفعليه. طبعا الجمله اللي اشتغلت معاها من شويه والجمله بشكل طبعا يبقى بتاخد الجمله ديت تحكي لي الجمله ديت وتحطه في اول جمله مرتبط ايه؟ الصياغه الحرفيه. تاني حاجه بنحتاجها في علم الصياغه حاجه اسمها العباره. العباره قد تكون جزء من الجمله هي اكثر من ذلك وقد تكون جزء من الجمله او جمله وتزيد ولكنها تثير في السياق دلاله معينه. تمام؟ زي ما اقول ايه؟ بالنسبه لعقوبه القتل في القانون عقوبه القتل في القانون العام العقوبة ايه؟ قتل القول العقوبة على القول العام على القول ايه؟ اعدام 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 هو دلوقتي اسمه ايه؟ سجن مشتت. المبدل ده لسه مصدر قديم قبل التعليم لسه مصدر قديم ولا بتحكي عليه المبدل كان معبر ومشدد اللي اتلغى اشغال الشقه المؤقته واشغال الشقه المؤقته انما الجديد سجن مؤقت سجن مشتت
عقوبة القتل العمد ايه؟ واحد ست دول يعني اعدام اتلغي؟ لا لا وإذا كانت الجريمة مقترنة بسبق إصدار التراسل سبق إصدار التراسل دي عبارة دي عبارة مش جملة دي عبارة مش جملة تمام؟ الجريمة يقول لك إيه؟ إلا إذا كان العرف يجري بخلاف ذلك في مدار العمل التجاري في مدار العمل التجاري دي دي ايه؟ دي عبارة جملة فعندي في علم الصياغة قد استعين في العبارة موظفة تبني جزء من جملة بس ممكن تتشال والجملة لا تتأثر في علم اللغة في علم اللغة الجملة لا تتأثر إذا حذفت منها عبارة ولكن في علم الصياغة هي تفيدني لأن في معنى زائد أنا عايزه يعني المصحف جاي يقول لك ايه؟ الذين يأكلون الربا يأكلون الربا دي جملة لا يقومون لا يقومون دي جملة جملة تانية إلا كما يقوم الذي يمتص الشيطان من الناس ذلك ما الله قال إنما البيع مستر ربا خلاص كده؟ وأحل الله البيع وحرم البيع مثل البيع مثل البيع دي عبارة دي عبارة تيجي تقول تمشي بقى دكتور علم الصياغة بتفيد لا علم الصياغة بتفيد معنى ضابط في معنى الجملة لو لوحدها مش هتفيد حاجة مش هتفيد لو أيوة لوحدها ما تفيدش العبارة لوحدها ما تفيدش، لكن الجملة لوحدها تفيد. أيوه. الجملة لوحدها تفيد، أما العبارة لوحدها ما تفيدش، والعبارة لازم توضح في إطار كل جملة. طيب دكتور لو أنا سمعت حد بيقول البيع مثل الربا أنا هفهم حاجة مش كده. هي إزاي مش جملة؟ أنا هفهم لو أنا سمعت حد بيقول البيع مثل الربا دي لوحدها كده أنا في معنى هيتكون في ذهني، طب إزاي هي مش جملة؟ هذا المعنى اللي مخصوص في النص. المعنى المقصود في النص قال له ده بيع مثل البيع لا هل في مقام الدم ولا في مقام البدء ولا في مقام التطهير؟ لا السم السم فهو بيذم هذا القول له واحل الله البيع يعقبه وحرمه. طب لو احنا اخذنا معلش الجمله دي او الثلاث كلمات دول بعيدا عن نص الايه تماما يعني هيديكي معنى غير المقصود انا قصدي ان هم في ذاتهم بيدوا معنى يعني زي ما تقول بيع ممكن تمام دي كده انا لو سمعت الجمله دي تمام فهي كده احنا دلوقتي ليه مش بنقول عليها جمله معنيه تدي معنى جمله في عرف قائدي اللي هو بيعتقد ان الجهل زياده يعني الموضوع مش مطلق الجمله اسميه لكن في سياقها في النص هي عباره عن عباره مش جمله مستقله Gracias.
وقد تكون جملة وقد تكون أكثر من جملة. بس ما تبقاش جملة جدا كمية. لما يقول مثلا انكحوا ما طاب لكم من النساء مثل الثلاث ورباع. تمام؟ طبعا هو ربنا ما بقاش واحدة. تمام؟ طيب مثل وثلاث ورباع طلعها من السياق لوحدها دي ايه؟ جملة أفادت معنى مفيد. ما انت مثل وثلاث ورباع عارف ليه ليه وثلاث ورباع؟ يعني معنى مفيد ملهاش. لكن وضعها في الآية في النص أفادت فهي عبارة مع إنها إيه؟ أقل من أن تكون جملة. تمام؟ والوحدها لا تؤدي معنى. يبقى الجملة زي ما احنا زي على نحو احنا شفناه وعندي العبارة وعندي النص. النص بقى هو الهدف. النص هو الهدف. النص يكون جملة أو أكثر من جملة. النص أقل أن يكون جملة أو أكثر من جملة. مفيد للمعنى الذي سيق من أجله. مفيد للمعنى الذي سيق من أجله ويقبل التخصيص والتقييد والنسخ. والإلغاء. النسخ والإلغاء. النص أقل جملة أو أكثر. مفيد في المعنى الذي سيق من أجله ويقبل التخصيص والتقييد والنسخ والإلغاء. طبعا التعديل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لازم الكلام اللي انا هقوله ما يحتملش دلالتين، ويكون اللي انا قصده ظاهر في النص. محدش يقول ايه؟ اصل دي توريه، اصل ده من باب المجاز، اصل ايه؟ انا كان قصدي حاجه تانية. ده لا، دي في الادب. او ان كان وظيفته في المعنى المجاز اللي انت هتستخدمه هيفيدني اكتر من الحقيقه. زي ما بقى مثلا لما جاء ابناء يعقوب قال لهم ايه؟ حضر يعقوب الرب والغريبين لا تعبدون الا الله قال اعبدوا الا الله تعبدوا ايه؟ الاله الاله مين بقى؟ ابراهيم واسحاق واسماعيل الاله. في مشكله كده؟ مشكله ايه؟ ده نص ظاهر المعنى ولا مش ظاهر؟ والدلاله بتاعته واضحه فيه ولا لا؟ بس خلي بالك في اشكاليه. هو قال اله ابائك مين ابوك؟ هو يعقوب يبقى ابن مين؟ اسحاق. يبقى اسحاق قال لابوه. طب اسماعيل قال له ايه؟ عمه ابراهيم عليه السلام يعني رب ايه؟ جده. الله. معنى كده هل يجوز اطلاق كلمه الفرد على الجد وعلى العم؟ رب العالم في الوضع العربي يجوز من باب المجاز. طب ايه توظيفها في المعنى هنا؟ قال لك العم والاب يلون الاب بعد موته في الولايه على الصغير. يبقى هنا هو في المعنى المجازي اضاف لي معنى ينفعني في استنطاق الحكم ولا كان معنى عباره في الجماليات البلديه؟ بيفيد معنى. افاد معنى. لو طب هل لو انا قلت له اله واله ابيك اسحاق واله جدك ابراهيم واله عمك اسماعيل، هل كان هيفيد المعنى اللي بتقف عليه؟ ولا كان هيفيد استقلال الاب بالولايه وان الجد والعم ما همش ولايه؟ لكن لما انزل الجد والعم منزله الاب يجي يبقى لهم ولاية على الصغير، ولاية على البنت اللي بيتجوزوها. وحتى الآن دلوقتي بعيد عن النص ده، لما واحدة يجي عريس الدور يتجوز أبوها ولا بيروح لصاحب أبوها على القهوة؟ يروح أبوها. طب لو أبوها ميت؟ ميت بقى؟ مش موجود وعيان وميت. عمها؟ عمها مش موجود بقى، هتلاقي خالها مش عارف ايه، المهم يعني. يبقى جه معنى النص هنا هو مفيد لاحكام قوميه
واعراف واخلاق احنا بنصحيح دي. اذا لم يؤدي المجاز وظيفه مثل هذه يبقى وجوده عيب، يبقى وجوده في النص عيب. اما اذا ادى الوظيفه عشان ما فيش لفظ تاني تكون مقامه الا بعد ده ايه؟ يبقى نص ايه؟ نحكم عليه انه نص ممتاز ونص جيد. يبقى النص كل اكثر تفيد المعنى الذي سيق من اجله ما المقصود منه، تمام؟ ويقبل التخصيص، لان احنا عندنا في القانون في قاعده عامه وفي ايه؟ في خاصة، مش في احكام خاصة، تمام؟ في نص عام وفي نص خاص، وفي نص مطلق، في نص مش نص مقيد. لما يقول لك مثلا مشترك في اللي ينتخب رئيس الجمهورية أن يكون مصري الجنسية، اللي يعين في القضاء أن يكون مصري الجنسية. مصري الجنسية ده إيه؟ قضية شرط، تمام؟ تعالى طب المهندس، هنشغل المهندس يصمم لي مترو أنفاق اسكندرية، اللي بقى لهم 30 سنة كل ما يتعمل له ميزانية يردوها يودوها لمترو القاهرة. ماشي؟ المهندس مكتبة اسكندرية، مهندسين اثنين مهندسين من الأولاد اللي هم اشترك الكبدة، ولكن النص هنا مطلق مطلق، تمام؟ يبقى قد يقبل النص أن يكون مطلق ويقبل أن يكون إيه؟ متخيل. مش في قوانين بتتلغى وقوانين بتتعدل؟ يعني يقبل الإلغاء ويقبل التعديل ويقبل النسخ اللي هي قانون تاني بأحكام تخالف الأحكام المعمول بها، فكأنه يلغي ضمنيا ويحل محل الأحكام القديمة إيه؟ أحكام جديدة. يبقى النص يقبل هذه إيه؟ تمام؟ هنقف عند النقطة دي، وصلنا العصر ونجيب إن شاء الله. وصلنا لغاية أول نص في السيارة اللي أنا عايز أعمله. أنا علشان أعمل نص بالنسبة لعلم السيارة هي لازم أن تتوفر فيه جملة سليمة مضبوطة بالمعنى اللغوي، وقد أحتاج استعمال العبارات التي تضبط المعنى وتوضحه واصيغ ده في شكل ايه؟ اللي بيخرج من اسمه ايه؟ نص. النص يطلع بقى جمله جملتين 10 جمل مش مشكله. مش مهم. وهذا النص يعتمد على احكام تكون من شانها ان تقبل التخصيص ان تكون عامه او خاصه، تكون مطلقه كتابه ناسخه او منسوخه معدلة أو هي في حد ذاتها تعديل أو إيمان. النص ده، النص ده إيه أنواعه؟ وأقله أن يكون جملة أو جملتين أو أكثر. لو عندي جملة تكلم المعنى زي إيه؟ وأحل الله البيعة ده نص. جملة وحرم اللي الربا الاثنين على بعض نص مزدوج، يعني نص عرفني ايه؟ حكمين، حكم وحكم في نفس الوقت، صح كده؟ ده نص، وقد يكون النص يطلق على الفقره، ده النص هتطلق على ما يشتقى منه حكم، اي حاجه هتستقى منها حكم هي نص، احل الله البيع دي نص، حرام الربا ونص. أحل الله البيع وحرام الربا الاثنين نص مزدوج لأنهم بيعالجوا مسألة واحدة. النص ده أحل الله البيعة ده بيعالج مشكلة اللي قضية الإيه؟ البيع. صح كده؟ البيع ده له معنى. طب يا فلان تجارة. تجارة إيه؟ عم تراجع تجارة بس ولا معاملات تجارية ومالية؟ البيع بيع والشراء ولا البيع بس؟ والشراء بيع والشراء. بيع والشراء.
ان كلمه بيع تطلق على مبادله السلعه بالنقود وتطلق على مبادله النقود بالسلعه وكلمه شراء نفس الموضوع ولكن الاستعمال اللغوي خصص ان يكون البيع من جهه متملك السلعه واخر النقود ويكون الشراء من جهه متملك النقود والذي يدفعها مقابل الحصول على السلعه لكن الاثنين فلما يستخدم الله عز وجل عمليه البيع يقصد بها كل انواع المبادلات البدنيه والتجاريه سواء من جهه اللي معاه النقود او اللي معاه السلعه تمام يبقى ده ايه نص عالج لي مشكله ايه البيع انتوا عارفين البيع بهذا المعنى اهم من محور من محاور المعاملات طيب وحرم الربا نص بيعالج لي قضية الربا طب النص بقى على بعض حرم الله البيع وحرم الربا طب الجملتين نص بيذكر لي حل البيع وحرمة الربا في الصفقة المعاملة حل الله البيع وحرم الربا أخدت منه ثلاثة حكم حل البيع حرمة الربا وحكم حرمة الربا في سقط البيع تمام؟ ده اسمه ايه؟ اسمه نص لما تاخد منه كان يبقى عندي الفرق بين الجملة العادية نفترض ان النص تكون من جملة واحدة الفرق بين الجملة العادية وبين النص ايه؟ ان الجملة قد تفيد معنى مباشر او تفيد حدث ولا يشترط ان تفيد حكم لكن النص لازم ايه؟ يفيد حكما او يؤدي الى حكم يفيد حكما او يؤدي الى حكم يفيد حكما يفيد حكما زي النصوص القانونيه والتشريعيه والقرارات والنوائب يؤدي الى حكم زي الايه؟ الشروح الفقهيه والبحوث القانونيه هي البحوث القانونيه انت غرضك مثلا لما تعمل البحث 200 صفحه غرضك عايز توصل ايه في الاخر؟ مش حكم على المساله محل البحث هو انت بتعمل بحث دكتوراه مش في ايه؟ لما تقول لي عقد البي او تي واثره على الاقتصاد القومي انت في اخر البحث بعد 300 صفحه عايز توصل البي او تي ده تكليفه القانوني ايه؟ هل هو جائز ولا غير جائز؟ ولا غير مفيد؟ مش دي احكام بس انت بهدلها لها بايه؟ وبتحيط وراك صفحه كلها نصوص تمام؟ نصوص تؤدي لايه؟ لحكم والنصوص التي تؤدي لحكم مجموعها يصير نصا واحدا عشان ما يتلخبطش نور نص اصغر ما فيه جمله يشترط ان يؤدي لحكم قد يكون اكثر من جمله بس لازم يؤدي لحكم وقد تكون جمله او جملتين ويحترم ويحتوي كل واحده فيهم على احكام ثلاثه مش مشكله هي بس تقول لك ايه؟ انكحوا ما طاب لكم من النساء ثلاث او ثلاث مرات بعدين خلينا نقول اربع كم اولا للزواج حالا ثانيا انه مطلوب شرعا مطلوب شرعا بقى على وجه الندب والاجابه يعني ايه؟ لو عملت ثلاث ثواب ندب لكن الوجوب ده مثلا الجمهور عند الاعتدال لو ما عملتوش ثلاث عقد يبقى عليك ذنب تمام؟ واخدنا ايه حكم تاني؟ ان الزواج بالنسبه للرجال يبتدي من اثنتين. الحكم الثالث ايه؟ جواز التعدد. الحكم الرابع الحد الاقصى اربعه. الحكم الخامس شرط العدل. يبقى هي بص الجملتين اخدت كام حكم؟ خمس احكام. تمام؟ يبقى مش العبره مش بجمله ولا جمله ثلاثه، العبره بالاحكام اللي انا هذكرها في النص. وقد تكون قلنا النص يؤدي الى حكم لا يشترط ان يكون هو في ذاته حكما اقل قلنا جمله واكثر الفقره نص الفقره في الفقره لا مش عارفين الفقره دي الفقره اللي هي بتبتدي ببدايه الكلام وتحت
تميزه عن الجملة اللي انت بعدها بتبتدي فيها. تميزه الجملة؟ عن الجملة اللي بعدها بتبتدي سطر جديد. وسطر جديد يعني هتبتدي تفكر فيها. تمام؟ طيب ايه اللي يخليني اروح سطر جديد؟ ما انا بكمل الكلام في نفس الموضوع. اقول لك بس تعالي فكرة جزئية. فكرة جزئية جديدة. يعني مثلا بتقول على سبيل المثال معلش هو المثال اللي جه على قدامي. وبنتكلموا في فجيت تناولت الحكم الجزئي بتاع كفاحة الزواج وطلب الزواج في أول فقرة، جيت الفقرة الثانية قلت إباحة التعدد، الفقرة الثالثة اتكلمت عن الحد الأقصى أربعة، الفقرة اللي بعد كده اتكلمت عن الشرط العدل، كل فقرة قعدت منك أربع خمس سنين. في إطار إيه؟ بتتكلم عن حكم الآية ده. تمام؟ يبقى الموضوع بتاعك حكم الآية. لا قسمته على خمس فقرات، كل فقرة تناولت جزئية من جزئيات الموضوع بتاعك، اسمه ايه؟ اسمها ايه؟ يبقى الفقرة ديت أصغر فكرة جزئية في الموضوع. الفقرة ويقال عليها ايه؟ لأنها نص موضوعها. لما أحب أعرف وجهة نظر في الفكرة الجزئية ديت مش هقرا جملة ولا جملتين، حتى لو كانوا بيمثلوا نص. لكن هقرا الفقرة اللي هي بتمثل نص او تمهيد لنص او مجموعه نص او مجموعه نصوص تؤدي به لحكم انت عايز تقوله في الجزئيه دي. تمام؟ تمام؟ الموضوع مفهوم ولا في صعوبه؟ ايه هبل العباره دي؟ لا العباره بتبقى جزء من جمله. او جمله او جمله او جزء او جمله مزياده ما توصلش للجزئيه. الفقره بتبقى اكثر من جمله. الفقره بتبقى مجموعه جمل. والعبارة لا تعالج فكرة جزئية، العبارة بتضبط معنى تكمل معنى. أما الفقرة بتعالج فكرة جزئية في إطار فكرة جزئية أو في إطار فكرة أكبر منها. طيب إيه ده اللي يطلق عليه نص؟ في التقسيم العلمي عندنا حسب ما أنت بقى بتقسم هتقسم بتقسم البحث بتاعك أو بتقسم القانون أو التشريع بتاعك أبواب أصول فروع كتب. قانون المعارف أصغر وحدة في التقسيمات هي مصر. لما نقول الفقر أولا العنصر الأول المبحث الأول أنت هتكونه من أكثر من فقر ثلاث أربع فقرات خمس فقرات زي ما يكون الثلاث أو أربع فقرات دول بيعالجوا فكرة جزئية أكبر شوية من الفكرة اللي داخل كل فقرة ده بيسمى عربي مصر. الفرع مصر المبحث مصر القانون كله مصر الكتاب البحث بتاعك كله اسمه بس. ليه؟ لو قلت لك هو في الاخر قانون عندي قانون الاحوال الشخصيه بتاع المرات 364 عقبه 351 بتاع الكويت 347 ده كله نص كله نص لانه يخدم في الاخر قضيه واحده وضع ضوابط واحكام لمسائل الاحوال الشخصيه. عايز يجيب لي على مجموعة أسئلة وأحكام. ما هو أسئلة الأسئلة دي بيقول عنها القانون. ده الأسئلة اللي إحنا ما بنناقش فيها. معنى أن القانون يجيب أنه يرى حكم. معايا ولا مش معايا في حاجة تانية؟ إجابة القانون إيه؟ يرى حكم. وأنت لما تيجي تقول لي والله القانون بيقول إيه في موضوع تراب ربا فاحش. أنت رحت لواحد كبيرك بيصور الحال وأنت لازم عايز تدفع ثمن مصاريف الدراما. فقال لك بص انا ما قدرتش ابني ما طلعش ابني لوحدي فعايز تاخد هديك 1500 جنيه بتوع الدراما بس اخر الترم تاخدهم لي 2000 جنيه. فكده انا اخد كام في المية؟ 33% برضه 33% في حين ان القروض المدنية لازم تلاقي لها لا تزيد عن 4% على البحر. فهي ايه حكم القانون؟ لما اقول لك ايه إجابة القانون هنا قصدي ايه؟ حكم القانون تمام؟ يبقى القانون يجيب لي على مسائل واحدة. رسالة الدكتوراه بتاعتك اللي هي نص لأنها هتجيب عن ايه؟ إشكالية إشكالية معينة إشكالية اللي أنت عامل فيها. يبقى نفرق ما بين النص المباشر الجزئي والنص اللي يتبع الفكرة الجزئية والنص اللي يحتوي على فكره محوريه او الفكره الكليه والنص الذي يحتوي على الموضوع. تمام؟ فزي ما بقول لك القران الكريم نص محكم.
كان كل رصد ايه؟ فيه 6200 وبعد نص عن كل آية 50 نص والجزء من الآية 50 نص على حسب الفكرة الموضوعية اللي انت تنظر ليها من خلال الايه؟ من خلال النص. انا يهمني في علم الصياغة ان انا اوصل للاخر لايه؟ لنص قانون. نص قانون قلنا قانون هو ايه؟ اما التشريعي المفهوم المعروف دستور قانون عادي لائحة قرار لائحي او قرار تنظيمي قرار شخصي اي مكان، ونص قانوني اللي هو زي الابحاث شروط الفقهاء احكام المحاكم مذكرات وصحف الدعاوى بتاعت المحامين اوراق المحاكم اوراق المرأة في حكمها زي اوراق الشرع عقد والحاجات هي واوراق المأذونين اللي هو قاضي. الاسم عندي
في اسم يعرف اسم الأصل في الإسلام الإعراب واستثنى منها البداية. يعني إيه معرفة؟ المعرفة اللي بيتحرك معايا في الجملة ويعرب لي عن نفسه. يعرب يعني إيه؟ يكشف يوضح يقول لي خلي بالك أنا كذا. اللي هو ايه الفكر انا الثاني بدور عليه عن نفسي يعني المرأة اللي تتسبب على الزواج لما تيجي تتجوز تاني هي اللي تقول تقول انا عايز فلان او انا هتجوزها ومش هتجوزها اما البنت فيبقى ايه الحياه بتغلفه كلامي انا تعرف بقى من السكوت ومن الخجل لكن الاعراب ان هو الافصاح الابان معنى ان اللفظ معرب الاسم معرب ان عليه من الحركات والضبط ما يفصح به عن نفسه انه مرفوع ولا مجهول ولا منصوب ولا فعل مبتدا ولا خبر ولا فاعل ولا مفعول به ولا مضروب ده اسمه الاعراب اما البدء ده يعني ايه؟ لا يعني الثبات فالاسم المبني واسم الثابت لا يتغير لا يعرب لي ولا يكشف لي عن نفسي ففي حقيقه الامر وهو في وسط الكلام بحد ذاته بالنظر اليه في ذاته لا استطيع ان اعرف مرفوع او منصوب او مضروب او كده هو ولكن افهمه من اطار تكرار الجمله مره اخرى وفق سياقها فاعرف ان كان مبتدا ولا اذا كان خبر ولا فعل ولا مفعول به يبقى ده معنى البناء ومعنى الايه؟ الاعراب. طب دلالات الاعراب ايه؟ تعريف المبني هو الاسم الجامد اسم جامد لا يتغير الجملة لا يدل بحد ذاته وفي تفصيلاته عن وظيفته في الجملة وإنما يعرف من خلال دوران الذهن بالنسبة لموقعه في السيرة ولذلك الاعراب اقول بقى النحويين بقى في الاخر بدل الكلام اللي الواحد قاعد يجي فيه ثلاث كلمات يا عم معرب يعني اللي بيغير اخر المفروض يتغير وقع في الجمله معرب يعني ايه؟ اللي بيتغير اخره صفر بيتغير اخره يعني ايه؟ مثلا اخره لام نخليها راء مثلا؟ لا قال لك ايه؟ الحركات برافو عليك نخليها حركات الضم والضم 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 ده الكلام الجد اللي احنا قاعدين نوصله يبقى علشان نقول معرب مبني يبقى المساله بينا اللي كده مفتوحه في ود بينا يبقى لازم نعرف ايه الحركات كل الحركات دي جزء من حاجه فوق منها كده اسمها ايه؟ كتاب المعرفه تمام؟ يبقى أول حاجة عرفناها إن الأسماء الأصل فيها الإعراب والإعراب ده اللي هو بيظهر لي عن نفسه والإعراب فعل النحو اللي هو بيغير آخره الحركة اللي على آخره تمام؟ بتغير موقعه في الجملة الله أقول لك إيه؟ طبعا دي فيها كلام بيقسموا الكوفيين بس أنا هستصيب بعد التصريح يقول لك سيدٌ كتب الرسالة وعندهم يجوز تقديم الفعل في الجامعة. فانت هتقول زي دي ايه؟ فاعل مقدم. تمام؟ تعالى يكتب كتب زيد الرسالة. زيد هنا ايه؟ فاعل مرفوع. صح؟ قلت لي بتغير مرفوع في الجملة. هنا ما تغيرش ايه؟ يا رب يعني المقصود بالموقع الوظيفة اللي يمثلها الكتب مش الموقع المكاني، الموقع الوظيفه، هو وظيفته في الجملة ايه؟ فاعل. هتجيبها في الأول وفي الآخر، في النص، هو وظيفته فاعل. لكن لو بقى مفعول به، هنا بقى تمام؟ يبقى الحركة اللي بتتغير بناءً على تغير ايه؟ موقعه بمعنى وظيفته في الجملة. بيشتغل ايه في الجملة؟ تمام؟ ولذلك لما نقول ايه؟ ركبة زي شروط مثلا في الكتب القديمه الحوار
راكب السيارة زي أصل كلامي راكب زي السيارة وانا لما صارت زي الآن تكريب عن تغير ما فيه كلها لا ليه لأن وظيفته في الجملة كان زمان ثابتة هي إيه أمر أنه فاعل هل تغير الوضع لمجرد ان انا حطيت المفعول جهه منه وده جايز طبعا عند اللبس بس بقول لك ايه ضرب زيد عمرو زيد ما ينفعش هنا يتقدم المفعول ده لا يجوز لازم تجيب لي زيد في مكانه وعمرو في مكانه مين فيهم اللي ضرب؟ مين اللي ضرب؟ الدكتور طب ما الحركات هتقولي يعني انا اقول ضرب زيد عمرا او ضرب عمرا زيد طب ما يعني بعد بعد التفسير انت بتقولي هتشكلي بالظبط لما هتجيبي النطق هيقول لي لما هتجيبي زيد في الاخر هيبقى عليها ضم معاك ولكن القاعده دي قبل ما يخترعوا التشكيل ما هو في نطق العرب طريق في قصة المقول انت بتقرأ معنى مستحسن ولذلك الأصل في النص القانوني النص العلمي القراءة والأصل في النص الأدبي السلام معنى النص الأدبي إذا تمتع فيه لما تسمعه ولذلك الأديب يقدم ويأخر ويعمل اللي هو عايزه لكن النص العلمي الأصل اللي فيه أنت بتخليه في كتب وتديه ناس تقراها فبتتحول نطق في عمليات الطبق الصياغي اقصى انواع التحول. في حاجه اسمها الاحكام الاعرابيه في نبدا بيها. في مبادئ قلناها المره اللي فاتت نفكروا بعض فيها. قلنا ان الجزمه خاصه بايه؟ بالافعال. بالافعال وان الاسماء لا تجزم. والجر خاص بايه؟ بالاسماء وان الافعال لا تبرر تمام كده؟ زمان كانت الناس برضه بتتقاطع كده وبتهتم بالدول العربية. ف
فكل شويه حد يصحح الخط يصحح. فجاء بعد كده مره بيتكلم كل ما يتكلم يقول ما دي فاعل ديت مجرور دي مش عارف ايه انا عايز حد يصلحها. فلما مصطفى حسين كتب لفيه رئيسه يعني يقول له براو عليك يا فلان انت فعلا مش قوي في الرفع والجر بس زي التهكمه في الخصر. انا عندي مجاز كتير تمام. الرفع ممكن يجي من اسم من ايه؟ والفعل. والنصب الاسم والفعل بقى والجر الاسم بس والجزم الفعل بس. طيب حركات الرفع ايه؟ الضم الحركات الضمه الظاهره والمقدره النصب فتح فتحه كسر جزم سكون سكون ظاهر كسر لغة ظاهر ومقدر تقريبا ما فيش سكون مقدر هو السكون اللي يكون الا ايه؟ ظاهر. طيب لغاية كده كويس قوي. طيب الرفع هل مستخدم له حروف غير الحرفات؟ ألف ولام واو. أيوة في الجمع واو وفي المثنى ألف ولام. ألف طبعا هو في العبرة في الجواب بيبقى له ألف مش حروف تمام؟ بس استسهالا الجمع هو ألف ولام الرفع في الواو الجمع ألف ولام يعني الرفع في الواو الجمع زي المذكر السالم زي الجمع في الافعال الخمسه يبقى بالايه؟ بالواو والنون. العبره في القراءة والرفع ايه؟ بالواو. فالواو يبقى حرف الرفع ايه؟ بالواو والنون والالف. بقول لك ايه؟ مكتوبينه
درس مكتوب. مكتوبين ده ايه؟ مكتوبين ده ايه؟ الكلمة دي نوعها ايه؟ مكتوبين ده ايه؟ فعل ايه؟ ايه في المضارع؟ لو اسم كده الواحد ايوه برافو الحرف خمسة تمام؟ فبقول لك ايه؟ كي تكتبين ولا كي تكتبين؟ تكتبي كي تكتبي كي تكتبي احنا دي النون دي بتفترض بتفترض انت المفرد فقط ما ينفعش تستخدمها حضرتك تمام؟ ايوه هنا لا مش نون نسبة نون مخاطبة نون مخاطبة تمام؟ بتحضر ولا بتثبت؟ بتحضر تمام؟ نون يبقى ايه؟ Thank you.
إذا استقام لك هذا الجدول في ذهنك إن شاء الله كده قطعت أكثر من 80% من النحو. بس المفروض في ذهنك إيه؟ الحفظ والفهم. مش فاهم حاجة فيه قول لي ولا تاخد غيرك. لخبطة مش فاهمينه، اللخبطة حصلت في الحرف يعني. كله مش كله مش فاهمينه. وأنا لا طيب لما بنقول الاحكام عباره عن رفع ونصب وغير متسق، دي مشكله؟ لا. الرفع ممكن يجي على الاسم او الفعل. النصب يجي على الاسم او الفعل. الجر على الاسم فقط، الجزم على الاسم فقط، على الفعل فقط. المشكله كده؟ الرفع يبقى ايه؟ الاصل فيه انه في عندي العلاقه العربيه اما بالحركات اللي هي الكسره والفتحه والضمه، واما بالحروف نزود حرف. وإما نحذف الحرف أو نثبت الحرف لأن زود أو أحذفه أو أثبته إذا كانت بالحروف. طيب إذا كانت بالحركات فالرفع حركته الأصلية الضم ظاهرة ومقدرة عن الضم. وإذا كان الرفع بالحروف فلما في الجمع وفي المثنى في الجمع الواو جاء مدرسون ولا جاء مدرسين؟ جاء مدرسان ولا جاء مدرسين؟ مدرسان يبقى الألف والواو بالنسبة للأسماء والأسماء الخمسة. أسماء الخمسة ولا الستة؟ الستة. ما فيش رفع بحذف حروف لكن في حرف التثبيت الفرق زي ايه بقى التثبيت في الأفعال الخمسة؟ واللي يركبون يكتبون ينجحون هي افعال خمسه تمام؟ خمسه بس ولا سته؟ لا لا بس خمسه متوالين ثبتوا على كتابه يعني هي خمس اوزان وانت وانت شطارتك معاها تمام؟ اللي بيحصل لتركيبه الفعل نفسه ولذلك الفعل الافعال الخمسه غير الفعل المضارع انتوا احيانا بتصروا ان ده فعل مضارع ده فعل متفرع عن فعل مضارع اخر فعل خاص هو تركيبته اصل الكلمه اخرها ونون اخرها ونون ففي الرفع بنثبت الكلمه زي ما هي ما بنغيرش فعل في النصب النصب الحكم العادي بتاعها في الحركه في الفتح لما الظاهره مقدره حسب الظروف والنصب قد يكون بالكسره في الجمع المؤنث الثاني يقول رأيت طالباتي طلاب أعطيت البنات مش البنات والنص بالنسبة للحروف هيكون بالألف من أسماء الست تقول جاء أبا بكر جاء أبو بكر رأيت أبا بكر أكرمت أخاه تمام؟ تمام ما يفتح عليك الله يبارك فيك وبالياء بالنسبه للجمع والمثنى الجمع بتقول ايه؟ رايت المدرسين رايت الطالبين نجحت الطالبين كتبت الكتابين اشتريت القلمين يبقى في الايه؟ المثنى ياء ونون وفي الجمع بعد الجمع بالنسبه للنص للحذف برضك افعال خمس فقط بتحذف النون تمام؟ لن يغركم ولا لن يغركم الا اذى لن يغركم ربنا قال لن يغركم ولا لن يغرونكم اصل الكلام يغرون يغرون حذفت النون بسبب دخول اللن لان يعني الكلمه هنا بقت منصوبه بقت افعال خمسه فهنا لما تبقى من الافعال الخمسه هناخد التفصيل اللي هي الافعال الخمسه في بعض ولكن حذف النون هو علامه النصب الثاني. طبعا الجر
علامة أصلية كسرة كل أسمك ما عدا الممنوع من الصرف. عارفين الممنوع من الصرف؟ ده مش عارفينه ولا بس سريعا كده سريعا الممنوع من الصرف زي الأسماء الأعجمية إلا إن كان ثلاثي ساكن الوسط زي نوح ولوط. ثلاثي ساكن الوسط رغم إن هو أعجمي بس بيصرف. يصرف يعني إيه؟ يعني مدون في المفرد. يعني أنت تقول إيه؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه لولا انها ممنوع من الصرف ابتلى ابراهيما ربه انها منصوبه مفعول به مقدم تمام. ده انا من مثال على فكره على قوله الاشتغال رهيب. وجد ابراهيم كان ابراهيم ابراهيم حرف جر يجر الكره الارضيه كلها جاء هنا ايه؟ عليه فتحة ممنوع من الصرف اسم اعجمي زي ابراهيم زي اسماعيل. ممنوع من الصرف برضه زي الكلمة اللي على وزن مفاعيل ومفاعل زي مفاتيح ومفاتح مصابيح ومصابح مساجيد ومساجد برضه هي بمجرد الفتحة وما بتلونش ما تقولش ايه؟ رأيت مصابيحا تمام؟ أنارت مصابيح لا لكن لو أضيفت لها ألف ولام تبقى كلمة عادية. يبقى الجر بالكسرة بكل الكلمات ما عدا الممنوع من الصرف بالجر. بالنسبة للجمع والمثنى برضه بيجر الياء زي النصب الصرف. الأسماء الستة برضه بالياء مررت بأبي بكر مررت بأخيك وهكذا. الجزم بقى هو خاص بالأفعال بس ما بيدخلوش الأسماء. وبتبقى علامته آخر حرف على الفعل بيحط سكون والسكون والسكون بتبقى رأس حال يعني الضمة تخصيص إلى إيه؟ وزغم رأس صغيرة فوق الحرف أو تنوين الضمة اللي هو إيه؟ يعني يبقى مفرد يعني يبقى مفرد مصروف بيتحط والفتحة شرطة في الحرف أو شرطتين تحدد التنوين. الكسرة وشرطة تحت الحرف أو شرطتين تحدد التنوين. السكون بيسموه رأس خاء رأس إيه؟ رأس خاء خاء كده هو بتاع رأس خاء رأس خاء قبل ظهور النقط كانت من غير نقط ومحاولين بأن هذا الحرف خامل يعني غير متحرك. لما تفتحه ولا تضمه ولا تكسره ساكن كده في مكانه. فحط عليه رأس خاء عشان الناس تعرف ده حرف ايه؟ خامل. ها؟ خامل مش رأس حاء. تمام؟ ديت السكون في الأفعال ما بيكونش في الأسنان. في الأفعال في الجسم. مش بيقول السكون. يبقى ايه؟ مفتوح. السجون مفتوحة. المقفولة ديت المقفولة العلامة دي المقفولة علامة عدم إهمال الحرف جنب حرف الهاء هم. في الهم ده هم يعني الحرف ده أنت هتقوله مش موجود. لا يؤثر فيما قبل ولا ما بعد. لكن الحرف الساكن بيأثر له حكم. الجزم إذا كان في الفعل المضارع العادي وضع على اخر الحرف. اما اذا كان حرف المضارع حرف المضارع اخر حرف عله بنحذف حرف العله زي يدعو زي يهدي زي يشكي زي يبني. الحاجات دي كلها ايه؟ بتتحذف حرف العله وبتحتفظ بالتشكيل بتاع اخر حرف. فكلمه يدعو لم يدعو بالاطلاق يدعو بس كتب من غير واو وضم على الايه؟ على العين. يشكو بالواو لما تيجي تكتبيها شيل الواو وحط ايه؟ ضم يهدي بنشيل زي الياء وتحط كسره على التاء اسمه حذف ايه؟ حذف حرف العين. طب واذا كان في الافعال الخمسه حذف النون بتحذفوا النون اذا
زي ما حسبناها في الماتش. تمام؟ ما زالت في مشكله خالص. ولذلك مفيش حاجه عمرك سمعت على المصابيح حاجه مسائل
عندها لغه تصحيح. ما تقولش مسائل، بيقول لك مسامير مش كبيره، مالهاش قيمه. الكيلو حتى كيلو، لكن تطور مفاتح الغيب يعني ايه؟ خلي بالك ده مفتاح الغيب لوحده مش كيلو، حاجه قيمه، حاجه عاليه. تمام؟ فلما تقول مفاتيح انت عرفت ان في ايه؟ في ايه؟ مع ان انا ما لغطتش ايه؟ بس انت لما تيجي تكتب ورا مني هتكتب ايه؟ ايه اللي عرفك؟ حركه وزن. طب الحرف استطاع وتحت منه كسر. فانت بمراكتك اللغويه عرفت ان في ايه؟ زي مدرسين ومدرسين. مدرسين السين هنا ايه؟ انتقلت في النطق من السين للنون. بس السين اخذت مني زمن اخر، لكن مدرسين سين ياء نون. بس السين زمن عادي والياء نون. تمام؟ الثلاث حروف بقى اللي هم مش بينطقوا اللي انت بتفهمها بملكتك من خلال استطاله الزمن بتاع الحرف اللي قبلها ووجود العلامه المناسبه. فلو كان الحرف اللي انت طولت زمنه عليه ضمه، معنى كده اللي بعد منه ايه؟ واو ماديه ولا واو حقيقيه؟ ماديه. برافو عليك. طيب لو كان الزمن اللي طال حرف عليه فتحه يبقى بعد منه ايه؟ حقيقيه ولا ماديه؟ ماديه. الف على طول ماديه، مش هسمع الف على طول. طب لو كان تحت منه كسره؟ ياء. ياء حقيقيه ولا ماديه؟ حقيقيه. هم دول الثلاثه بتوع ايه؟ الالف اللي هي الباب الجمزون في تحفة الأطفال سماها إيه؟ واي. حروف الواي. واو وألف وياء اللي هي حروف المد. حروف المد اللي هي اللي بنستعملها في العلامات الإعرابية. فبستعمل الواو في الياء عشان أقول لك إيه؟ ده إيه؟ مرفوع، ده جمع ومرفوع. واستعمل الألف عشان أقول لك ده مثنى ومرفوع. واستعمل الالف بردك لو من الاسماء السته، مش عشان اقول لك انه ما ينفعش لذلك هم اختصوا الست مصطلحات دول اتنصبوا اللغه العربيه كلها، وقال لك دول بيتنصبوا بالالف، مع ان اصلا الالف بيرفع في الايه؟ في المثنى، بس دول هتكلموا باحكام خاصه. والاصل بعد كده هو في الجمع والمثنى ان انا ايه؟ في الاسماء اللي انا بعمل ايه؟ اتنصب بالياء. فاهم؟ لو حاجه هربت منك قول لي. مع بعض الرفع. الرفع بالنسبه للجمع بيستخدم الواو. للمثنى بيستخدم الالف. ده رفع. الاسماء السته بترفع بالواو مع انها مش جمع. الاسماء الستة مش جامدة بس بترفع بالواو، خلاص؟ النصب بقى في الحروف، الاسماء الستة بتنصب بالالف، مع ان احنا لسه شايفين الالف بيرفع بس مش مسمى. طب البرتغال بس دلوقتي في الياء. تمام؟ النصب بالنسبة للجمع وللمثنى الياء. خلي بالك الف او ياء او واو هي ايه؟ المادية مش الحقيقية. الجر الاسماء الستة جاء الجمع والايه والمثنى الياء. تمام؟ بس ده بالنسبه لك. طب معلش انا عندي سؤال رخم شويه. في نصب المثنى بالياء تمام؟ برافو عليك حضرتك. طيب احنا حضرتك لسه قايل برضه ان الياء ماديه. ايوه بالظبط. ايه حقيقيه مش مثنى؟ برافو عليك. ده التمييز. هي ياء حقيقتها ياء مادية في نطقها ياء حقيقية للتمييز بينها وبين الجامعة بس. لذلك أقول لك إيه؟ أقصد اتنين. قرأت كتابين. مدرسين. أنا مفهومهم إيه؟ طب اعترفي مدرسين وأنا قصدي اتنين. إزاي المدرسين وأنا قصدي 10؟ فهم ميزوا المثنى بأنها في النطق حقيقية، لكن في النطق حقيقية في النطق ولكنها في حقيقتها مادية. برافو عليك. اسمك ايه؟ ضايع. برافو عليك. خلاص يا جماعه الجدول ده خلاص؟ خلاص كده؟ كمل.
عندناش وقت وعايزين ننجز وقت. ماشي يعني ما تنقوش بس تحاول الدر، لكن بعد كده اعملوا حسابكم اللي عايزين نكمل عشان نخلص. تمام؟ خدت النمر؟ مش 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 م